سلامتك على انرجي مع يارا العشري. هذا البرنامج ليس بديلا عن الطبيب، ونرجو من جميع المستمعين عند الشعور بأي أعراض مرضية التوجه فورا لأقرب طبيب مختص. معنا أستاذ دكتور مازن السرجاني، استشاري جراحات القلب والصدر، معهد القلب القومي، زميل المستشفى الملكي لجراحات القلب أيرلندا. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا نتكلم عن أمراض القلب النهاردة وطرق علاجها، ففي البداية عايز أسأل حضرتك، مين هو مريض القلب، أو ازاي المريض يعرف ان هو عنده القلب؟ طيب خلينا نقسم الموضوع ده هو لشقين، مين هو مريض القلب، ومين هو اللي يقدر يعرف ان هو مريض قلب ولا لا. أوكي. مرض القلب بينقسم من اول الطفل لغاية السن الصغير، لغاية الشباب، لغاية الكبار. الاطفال اللي اتولدوا، مش عايز اقول بعيب خلقية، ولكن تغيير في التكوين التشريحي بتاع الجسم بتاعهم، اللي هو عنده ثقب بين الاذنين، ثقب بين البطنين، دي امراض للاطفال اللي لسه مولودة. الاطفال الصغيرين الاكبر شوية اللي ممكن يجيلهم حمى روماتيزمية متكررة ويصابوا بعد كده بمشاكل في الصمامات، دول يبقوا مرضى قلب. السن الاكبر بسن الشباب ما عادش فيه زي زمان ان يجي السن المريض القلب يجي عنده 50 60 70 سنة، لا، مرض القلب دلوقتي بقى يجي في سن 10 سنين، وفي سن 15 سنة، وفي سن 20 سنة، وفي سن 25 سنة، ليس فقط على الصمامات ولكن أيضا على الشرايين. إن المرضى اللي عندهم نسبة السكر عالية مهملة أو نسبة الكوليسترول عالي في الدم عرضة إن هو يجي له تصلب في الشرايين، ده بيأثر على ده، بيأثر على الشرايين. فبقى يجي في سن صغير، سن 30ات، وأجرينا جراحات للشباب والمرضى عندهم من أول سن 27 و25 سنة لغاية سن 60 و70 سنة. توصيل شرايين تاجية، جراحات قلب مفتوح، بيبدأ من أول السن الصغير دوت لغاية السن الكبير، دول بالنسبة لمرضى القلب. إزاي أعرف إن أنا مريض قلب؟ أول حاجة، أنا إنسان متعود إن أروح شغلي الصبح مفيش أي تعب، مفيش أي ألم، بصحى أمشي لغاية العربية، أطلع السلم دور دورين ثلاثة مفيش مشكلة. وقت ما أحس إن بدأ يجيلي ألم في صدري مع المجهود، نغزة في الجنب الشمال أو كتف الشمال من صدري، بتسمع في ظهري ورقبتي من ورا، لا، أبدأ أعمل وقفة، أقلق بقى، هل أنا مريض سكر ولا لا، هل أنا عندي ضغط ولا لا، هل أنا عندي كوليسترول عالي ولا لا، أو أني بدأت بدل ما كنت بنام على مخدة واحدة، لا، دلوقتي بدأت أرفع المخدات لمخدتين، لثلاث مخدات، ما بقتش قادر أن أطلع دور الأول، ما بقتش قادر أن أطلع دور التاني، بقى في نغزة بيجيلي بعد المجهود، بدأت أكل بعد الأكل بدأ يجيلي نغزة في صدري، ده كله يقول لي ان انا لا، في اشاره بتنور، اتوجه الى دكتور قلب. اوكي. طب بمناسبه ان احنا بنقول ان مش شرط لكبار السن بس امراض القلب، بس في حاجه انتشرت الايام دي وهي الجلطات، يعني انتشرت ما بين الشباب بالذات، فايه سبب ده؟ اولا بسبب الشباب، نمره واحد بسبب التدخين، نمره اتنين بسبب ارتفاع ضغط الدم، نمره ثلاثة بسبب الكوليسترول العالي، وهو اغلب الشباب دلوقتي، احنا كلنا مش الشباب بس، احنا كله بياكل تقريبا بره، اغلب الوقت بره البيت، الجانك فود هو المشكلة عنده، اللي بيزود نسبة الكوليسترول في الدم بنسبة عالية جدا، الزيوت المهدرجة دي بتبقى موجودة في الأكل اللي بره، قلة الحركة وقلة الرياضة وكثرة التدخين، عدم التزام بأدوية السكر أو معايير السكر، أو إن أكشف أو أنا مستهتر بمرض السكر، لا، مرض السكر مش استهتار خالص، بيأثر جامد على القلب، زي ما عندنا حافظت على مرض السكر حافظ عليك، وأهملته هيهملك. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، عندي خمس انواع من الكوليسترول، يا اما كوليسترول عام، يا كوليسترول ضار، يا نافع، او دهون ثلاثيه. امتى اقيم المريض ده اذا كان هو عرضه ان هو يجيله تصلب في الشرايين ولا لا؟ من اول الكوليسترول العام. ان انت كل ست شهور انا ضغطي عالي، الضغط العالي ده ليه سبب، يا اما كوليسترولك عالي، يا اما عندي مشكله في الكلى، يا اما عندي مشكله في الغدد، هي اللي بتعلي نسبه الكوليسترول في الدم او بتعلي نسبه ارتفاع الضغط في الدم، فساعتها لازم الواحد يتوجه للطبيب. طيب ايه هي انواع جراحات القلب؟ جراحات القلب تنقسم، يا اما اطفال زي ما قلت حضرتك، يا اما صمامات، يا اما شرايين. يا اما بنعمل جراحات لتوصيل الشرايين التاجيه، او ان احنا بنعمل جراحات لاستبدال الصمام او اصلاح الصمام، او ان احنا بنعمل عمليات للاطفال الصغيرين هو اصلاح ثقب او عيب خلقي في القلب. طب هل ممكن عمليات منهم تحصل بالمنظار، مش لازم جراحه؟ بدأ التطور في مصر، احنا بقى لنا دلوقتي 15 و20 سنه، بدأنا الفترة اللي فاتت دهيت 10 سنين تقريبا، بدأنا جراحات القلب المناظير، وهي تسمى التدخل المحدود لاستبدال الصمام المترالي، وبنعمل جرح صغير 10 سنتي لزرع الشرايين التاجية. احنا كنا بنتكلم على العمليات بالمنظار، ايه هي نسبة نجاح العمليات دي قصاد الجراحة؟
نسبة نجاح العمليات دهيت وصلت عندنا تتعدى 90%، زينا زي أوروبا بالظبط. عندنا زملاء كتير وأطباء كتير وأساتذة كتير سافروا وتدربوا عليها برا ورجعنا وطبقنا ده برا، فالنتائج بتاعتنا بتوازي دلوقتي جراحات القلب في إنجلترا وفي أمريكا وفي سويسرا وفي فرنسا. يعني مش زي زمان اللي هو لازم تسافر برا عشان تعمل، لا، حصل تطور في جراحات القلب من التسعينات، بداية التسعينات وبدأنا نحقق سنة ورا سنة نسب بقى عالية دلوقتي، نسب عالية بدأت تعرف عن النسب دهيت هنا في مصر. طيب عايزة برضو أسأل حضرتك على مرض تصلب الشرايين التاجية، إيه هو وإيه المراحل بتاعته؟ مرض تصلب الشرايين التاجية وهي دي بيحصل في الشرايين التاجية وليه عدة أسباب. ارتفاع ضغط الدم زي ما اتكلمنا عليه قبل كده، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو التدخين. التلاتة أو الأربعة ده هم أربع أسباب يأثروا على تصلب الشرايين، وهي كسور في الشرايين التاجية مما يؤدي إلى ذبحة مستقرة أو ذبحة غير مستقرة، وهي بتعني إن جلطة حصلت في الشريان فضلت مكانها، أو إن الشريان ده هو تنقلت منه الجلطة دهيت وراحت لكذا شريان تاني. طيب ارتخاء الصمام المترالي برضو إيه هو أو إزاي أعرف إن أنا مصاب بمرض؟ ارتخاء الصمام المترالي نسبة كبيرة منه عندنا بسبب إن جيلنا تكرار اللوز من صغرنا، واحنا بيهمل او اغلب اولياء الامور بيهملوا في قصة اللوز دي، ان معلش نودي الطفل فياخد مضاد حيوي ويرجع تاني، ولكن زيادة نسبة التهاب السبحي من زمان وهو لما يؤدي في دكاترة بتقول ان هو جهاز مناعة فمش عايزين نشيله مثلا، فهل ده صح ولا؟ لو تكرر حدوث التهاب اللوز اكتر من 4 لـ5 مرات في السنة يبقى ساعتها اللوز هيبقى فيه مشكلة، لان اللوز دي هتكون عليها بكتيريا والبكتيريا تعمل صديد، والصديد يذهب في الدورة الدموية ليمسك في الصومات بتاعة القلب، ممكن يعمل مشاكل على اللونج ران كمان. على اللونج ران بيحدث بعد كده ان بيحصل ضيق في الصمام او ارتخاء في الصمام، انه بيمسك على حروف الصمام سواء الاورتي او الصمام المترالي. طيب خلينا نتكلم عن المعلومات والمفاهيم الخاطئة اللي ممكن تبقى عند الناس او عايزين نعرف اكتر، يعني هل مريض القلب لازم يعمل عملية قلب مفتوح؟ يعني في ناس بتلجأ لده، هل دي حاجة أساسية ولا لا؟ بصي، في 3 طرق لعلاج مريض القلب، يا إما عن طريق الأدوية، يا إما عن طريق القسطرة، يا إما عن طريق الجراحة. مش أنا بكرر ولا المريض اللي بيكرر، ده كتاب ومعايير دولية إحنا ماشيين عليها بتقول المريض اللي يجي بشكوى معينة وفحص معين يا إما ياخد على العلاج الدوائي، يا إما القسطرة، يا إما الجراحة. حتى لو المريض أصر إن هو يعمل قسطرة وما يعملش جراحة، أو إن هو اتحايل إن هو عايز يعمل جراحة ما يمشيش بالدواء، إحنا ملتزمين بالمعايير الدولية. أوكي. طيب هل يجب على الناس ان هي تاخد اسبرين الاطفال ريجولرلي او بطريقه منتظمه؟ اسبرين الاطفال او ادويه السيوله انتشرت في الفتره ما بعد فيروس كورونا او فيروس كوفيد عشان السيوله، عشان السيوله في الدم عشان تكون الجراثات، ولكن مستحب ان كل من تعدى 40 سنه من الرجال وكل من تعدى 50 سنه من النساء انهم يمشوا على اسبرين يمنع التجلطات ويزود السيوله في الدم. بالنسبه يعني بشكل قد ايه يعني؟ ان ياخد قرص يوميا ما عدا الخميس، انه يفصل يوم واحد في الاسبوع ويكمل بقيه الاسبوع تاني، قرص واحد بس بعد الغداء، مع شرب سوائل كتير، انه لازم يشرب مش اقل من 3 لتر ميه يوميا عشان يقلل اللزوجه بتاعت الدم. أوكي. فما يسهلش تكوين الجلطات. طيب بالنسبه لروماتيزم القلب، هل المرض ده بيعوق الزواج؟ لا، روماتيزم القلب لا يعوق الزواج، ولكن اذا حدث ان ساء الصمام لدرجة انه محتاج تدخل ساعتها هيعوق الجواز، لان محدش عنده ضيق في الصمام المترالي هيقبل على الجواز، او واحدة عندها ضيق في الصمام المترالي تقبل على الحمل. فده بيبقى خلاص يعني في مرحلة متأخرة، لو حصل ان الصمام محتاج تدخل جراحي لا يصلح الجواز. اوكي. عايزين نتكلم على بعض الخطر، يعني الحاجات اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها جدا. ايه هي اخطر 3 اسباب لألم الصدر؟ أخطر 3 أسباب لألام الصدر: أول حاجة الذبحة، إن المريض يجيله ذبحة صدرية. تاني حاجة إن يجيله تمدد أو تشقق في الشريان الأورطي الصاعد. تالت حاجة إن هو يجيله جرطة في الشريان الرئوي. ودول أهم 3 أسباب قد تؤدي إلى الوفاة. طب إزاي أتفادى حاجة زي كده؟ أو إن أنا تفادى أي حاجة بإن أنا أمنع حدوثها من الأول خالص، وإن أنا أمنع إن أنا أبقى مريض عرضة للجلطات دي. احافظ على السكر بتاعي، احافظ على الكوليسترول بتاعي، اقلل من التدخين على قد ما اقدر، شرب المكيفات احاول اقلل منها على قد ما اقدر، استمرار الرياضه. احنا اغلب الناس دلوقتي ما حدش بيلعب رياضه، وانا بحيي الشباب اللي هم بيلعبوا رياضه. لازم على الاقل ربع ساعه يوميا مشي او نص ساعه 3 مرات في الاسبوع.
ان انا بجدد الدوره الدمويه بتاعتي، مش ماشي ان انا ماسك الموبايل او بتكلم في ايدي، لا انا عايز ماشي حركي سريع، خطوه سريعه ان اخلي الضخ بتاع الدم ماشي في الشرايين بحركه مستمره. طب بمناسبه التمرين والشباب اللي بيتمرنوا، هل السبلمنتس الزياده دي ممكن تكون مضره للقلب؟ بصي، السبلمنت دي اغلبها بيلعب على هرمونات، والهرمونات قد تؤدي الى تغيير الافرازات بتاعه الغده، ومما يؤدي لذلك الى وجود سرطانات. انا عندي كان زمايلي كتير كانوا بيلعبوا في الجيم وبياخدوا السبلمنت الحاجه دي، وللاسف اصيبوا بلوكيميا في الدم، برغم النصح ليهم شديد قبليها ان ده بيغير في التكوين التشريحي بتاع افراز الغده. فاصلا المفروض الناس تبعد عن ده خالص، يبعد عن السبلمنت. ما ياخدوش اي سبلمنت. طيب هل الوزن الزايد بيأثر على القلب؟ أكيد الوزن الزايد بيأثر على القلب. ما ينفعش إن حد اتخلق بقلب صغير وجسمه عمال يكبر يكبر يكبر، لأن القلب ده في الآخر عضلة، عضلة بتضغط عضلة على الجسم. القلب محتاج تمرين عشان عضلة تكبر. فما ينفعش إن مثلا واحد عنده وزنه 120 أو 100 كيلو وقلبه ما زال صغير بنفس الحجم اللي كان عند سن 20 سنة 25 سنة. ما ينفعش القلب الصغير ده يضخ دم، فبيأثر دايركتلي على بيحصل أمراض في القلب. طبعا. أوكي. طيب في النهاية دكتور، عايزين نعرف ازاي نحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حاجات الرولز اللي الناس المفروض تمشي عليها في حياتها اليومية. أول حاجة النظام الغذائي، إن احنا ناكل فاكهة على قد ما نقدر، خضرة على قد ما نقدر، شرب سوائل 3 لتر مية صافي يوميا، تقلل الزوجة بتاعت الدم وتغسل الكلى وتزود الدورة الدموية. تالت حاجة الابتعاد عن التدخين، لأن مادة النيكوتين نفسها بتزود اللزوجة بتاعت الدم، وبالتالي لما زود لزوجة الدم هيسهل إن يكون جلطات. فحاول ابتعاد عن التدخين ده على قد ما أقدر. التدخين خلاص ما حدش هيقرب له بعد ما يسمعه الكلام ده. تالت حاجة السكر ومرض السكر، نحن نحافظ على نسبة السكر في الدم، تقليل من الحلويات على قد ما نقدر. يعني مفيش مانع إحنا ناكل حلويات، ولكن ليس بكثرة. نحاول نقلل من أكل الحلويات، وطبعا الأكل الدسم أو الجانك فود هو الأكل بره. أستاذ دكتور مازن السرجاني، استشاري جراحات القلب والصدر، حضرتك نورتنا، ميرسي جدا.